مصر بتاخد خطوات كبيرة وهامة في مواجهة التغيرات المناخية والتوجه ناحية الاقتصاد الأخضر، علشان كده شركة مصر للطيران قررت أنها تسير أولى رحلتها للطيران الصديق للبيئة في القارة الأفريقية، وهتنطلق غدا السبت، وهيبقى كل الخدمات والمنتجات اللي موجودة فيها صديقة للبيئة. نجحت مصر في تسيير أول رحلة طيران صديقة للبيئة في القارة الإفريقية في إنجاز كبير يمثل خطوة حقيقية على طريق مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، ويؤكد على وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كل التوصيات والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة. الرحلة تنطلق يوم السبت الموافق 22 من يناير عبر الشركة الوطنية مصر للطيران بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة من القاهرة إلى باريس، لتكون الرحلة الخضراء الأولى من نوعها لشركة طيران في القارة الإفريقية. وأعلنت مصر للطيران أنه تم تصميم شعار خاص بالرحلة التي تحمل رقم 799 ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة في أثناء الرحلة، ويحمل شعار Green Service Flight، وقد تمت كتابة الشعار باللون الأخضر الذي يرمز للبيئة النظيفة. وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال على متن رحلاتها بنسبة 90%، ويأتي ذلك في إطار مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كل التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران والمتعلقة بحماية البيئة، ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث.